انا يا دكتوره نفست البنت قلت عليه بالحرف الواحد. بنت الحرب دي كانت ودني عملت لي حاجه مستديمه. يو ولا تعيد ولا تزيد، هعوضك. بس اللي بيني وبينك لو طلع بره يا عزت انا مش هرحمك. خلاص بقى ما تاكلش دماغي. سلام. كل ده عشان الدكتور اللي اسمه هشام بتاعك ده؟ ما تعودتش راجل يقول لي لا. وهي البيت اللي اسمها حياة دي هي السبب؟ اها. اوعي تقولي بيحبها. عينيه بتقول كده. هيحب واحدة مجنونة يا سلوى؟ ده يبقى راجل سايكو عايز يتعالج، تلاقيه متعاطف معاها مش أكتر. في الأول قلت كده زيك، وبعدين لقيت الموضوع بيزيد عن حد. انتي عارفة بقى أنا بقرا عينين الرجالة كويس أوي. انتي هتقولي لي؟ ده انتي أستاذة. مش انتي برضو الدكتوراه بتاعتك كانت في السكسوبولوجي؟ سكسولوجي يا جهلة. أموت وأعرف هو مخيش في دماغك كده ليه؟ نضيف أوي. نضيف يعني بيستحمى كويس. هو انتي الرجاله اللي عرفتيهم قبل كده كانوا معفنين؟ لا، كل الرجاله اللي عرفتهم قبل كده اول ما بعمل لهم كده بيجوا زحفين الا ده. عشان كده بقى دخل هنا. عارفه يا هند، اوقات كتير قوي بحس ان هو جاي من زمن تاني، كانه طالع من كتاب قديم ولابس لبس فارس ومستعد يحارب لغايه اخر لحظه في حياته. طب وايه؟ مش هنشوفه ده ولا ايه؟ شوفه السهلة، اقول لها بحبه تقولي مش هنشوفه؟ مع ان القديم ده لذيذ قوي، بس هعمل ايه في صاحبتي الواطية؟ مش باي بيه، يجعل ايامكم كلها ككا. يا هند في سلوى طارق. هاي سلوى از ماي بيست فريند. احنا نعرف بعض من قد ايه؟ ما بلاش، خلي الطبع مستور احسن. اه صح على رايك. عملت ايه في الزبونه اللي بعتها لك؟ مش عاوزك تقلقي، اتبسطت قوي وبتسلم عليكي وبتقول لك يا سهرانه معاكي الليله دي. لا يا راجل بالسرعه دي، ده انت طلعت خطشير بقى. طبعا تربيتك. وده يتصرف حالا. بتعمل ايه؟ عايزه اوريك حاجه. بص ده جوزي ابو ابني، اقصد طليقي. ده يوسف اخويا اللي متجوز بنت الوزير انور حماد. وهو يبقى حمام. بنته الثانيه كان فرحها الاسبوع اللي فات. انت قريت وكاتبين ايه؟ وحضر الحفل رجل الاعمال يحيى الجمال ويوسف المهدي وهو زوج ايناسر ابنه الكبرى للوزير انور حماد. ليه؟ زوم ايه دلوقتي؟ عشان صعبين عليا نفسي قوي. ما كنتش متخيله ان هما ممكن يعملوا فيا كل ده. بيقولوا عليا مجنونه وهم عارفين ان انا عاقله. يدخلوني مصحه عقليه ويدفعوا فيها فلوس عشان ما اخرجش منها طول عمري. بس لعلمك انا كل ده مش فارق معايا. أنا فارق معايا حاجة واحدة أنت عارفها، أدهم ابني. تصور أنا قاعدة بقالي 3 ساعات عمالة أبص في الصورة عشان أدور على أدهم، مش عارفة هو أني واحد فيهم. من غير ما تدوري يا حياة، هو ده
عملت لك هدية. ليه أنا؟ حلوة أوي. عايزك تحطها في العربية عشان كل ما تشوفها تفتكرني. دي ذوقك حلوة أوي، دي موهوبة بجد. أنا كان عندي أتوبيس في الزمالك. كان بيجيني ناس كتير أوي. بس مفيش حاجة حلوة بتكمل في حياتي. عارف مين كان دايماً يجي يقعد معايا في الأتوبيس؟ مين يا حياة؟ يوسف أخويا. هاخد دي كمان. اوكي. ودي؟ دي محفوظة. تغلى على اخوكي؟ ده انا اخوكي. امسك يا يوسف. ماشي. ودي؟ هي ايه الحكاية؟ ناوي تاخد هدايا المصاص بتاعتك كلها من عندي ولا ايه؟ طب وايه المشكلة؟ ما انا قلت لك هدفع لك وقتي. مش عايزة حاجة منك المرة دي، خدهم ببلاش. شكلك زي القمر النهاردة. ما انا قلت لك بطل الاسطوانات، حدهم لك ببلاش. اتخانقت مع بابا ليه؟ تاني يا يوسف نفس الموضوع؟ انت يا اخي ما بتفهمش. ما بتفكرش غير في مصلحتك والفلوس وبس. مش شغلتي. مش واد بتاع بيزنس ولا عاوزاني ابقى وارث ملايين ومش عارف اشغلها وابقى خايف زي ابوك. ما تقولش على بابا خايف. على فكره احنا نفس الاب. على فكره برضه ما تقولش عليه خايف. يعني واحد عنده اراضي تتباع بملايين وشركات وعمارات في كل حته وسايب كل ده ومركز لي في التدريس في الجامعه ومحاضرات الفلسفه. دي المحاضره ب 35 جنيه. يبقى عبط بقى ولا مش عبط؟ انت مش ربنا كرمك وعرفت تقنعه ان هو يبيع حاجات كتيره قوي عشان يفتح لك مصنع الازاز وتديره بنفسك؟ ده بطلوع الروح. يبقى بطل طمع بقى. مبروك عليك. ترى عملوا ايه في الاتيلي دلوقتي؟ اكيد بهو زي ما بهوني. معلش انا صدعتك. ايه يا دكتور؟ بقالك 6 ساعات هنا. مفيش حالات تانية في المستشفى ولا ايه؟ ايوه. لا لا انا جاي في السكة. طمنيني بس على حياة. ايه؟ قافلين عليها؟ طيب لما اجي هتصرف. طب يا شريف بيه هبقى اكلمك الصبح. تصبح على خير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هي الساعة كام في ايدك؟ انت عارف كويس الساعة كام. وبعدين بطل الاسلوب البلدي ده. انا عارفة اني اتأخرت. لا ده انت اتأخرتي وموبايلك مقفول من الصبح وانا ما اعرفش عنك حاجة. ليه هو انا ما قلتلكش؟ لا قلتيلي. قلتيلي انك رايحة تقابلي البقف اللي هيوظف فيلا التجمع. اولا ده مش بقف. ده راجل مهندس ديكور محترم. الكلام ده كان الظهر يا هانم. دلوقتي الساعة 1:30 بالليل. قابلت هند السواح ورحنا قعدنا في الجرين بوت. ياه. طب كويس والله إن أنتِ ما طلعتيش تركيا 4 أيام ب3 ليالي. وأنا إيه بقى؟ طرطور في البيت. زعق. زعق كمان. خلي أختك وخالتك يعرفوا إن بقى في راجل في البيت. إيناس بلاش استفزاز أحسن. يبقى تسكت أحسن وتسيبني في حالي عشان ما صدقت إن مودي اتعدل. يوسف. 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 إيه؟ اختك جت على صوتك المالي البيت. شوف لي الغبي ده ما بيردش عليا. ما تشوفه.
يا ابني موبايلك عمال يرن من الصبح، مين استغفر الله العظيم جاي قدام؟ هيكون مين يعني؟ بابا؟ ابويا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن امي بقى استغفر الله العظيم. طب خد بالك بقى انها هيجي تتصل بيك بتاع 10 مرات. دماغك هي كلمتين هسمعهم هسمعهم، هنا بقى ولا في البيت مش هتفرق. قولي لي قولي لي الفورتيكا دي؟ الفورتيكا دي تبقى بنت خالتي. بنت خالتك؟ ها؟ بنت خالتك بنت خالتك ولا بنت خالتك بنت عمتك؟ لا بنت خالتي بنت خالتي، خد بالك اكبر منك في السن بكتير. جامد الكلام ده. تعالى هنا، رايح فين؟ ايه؟ برضه خد بالك ان دي رسمها ده يبقى خطيبها. واحنا بنخاف ولا ايه؟